مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نعود اليوم لتناول الملف العراقي، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الرمادي، وبارك للشعب العراقي هذا الانتصار، مؤكدا وقوع أعداد كبيرة من الإرهابيين قتلى قبل تحقيق الانتصار. وأكد بيان لمجلس الوزراء العراقي أن الخطوة المقبلة هي تحرير الموصل وتطهير كل الأراضي العراقية المغتصبة بحسب البيان. لكن تنظيم الدولة في العراق لم يعلن خسارته حتى الآن، وما زال أنصاره يتحدثون عن معارك كر وفر. التحالف الدولي بدوره، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كان أكثر تحفظا، حيث رحب بسيطرة الجيش العراقي على وسط المدينة، ولكنه أكد أنها لا تتجاوز هذه السيطرة ثلث المساحة، وأن التنظيم لا يزال يشكل خطرا عليها. ما هي حقيقة خسارة تنظيم الدولة للرمادي؟ وما هي الخطوة المقبلة للحكومة العراقية؟ نحاول في هذه الحلقة الإجابة عن هذه التساؤلات. أرحب بضيفي عبر سكايب السيد نزار السامورائي، مستشار المركز العراقي للدراسات من عمان. سيد سامورائي، مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم، وتحية لك ولمشاهدي قناة المغاربية. أهلا وسهلا بك. يعني البعض رحب بهذا الانتصار، بالسيطرة على المجمع الحكومي على وسط المدينة، ولكن أيضا هناك من يشكك في حقيقة هذا الانتصار ويعتبر أن هذا الانتصار هو انتصار منقوص. يعني كيف تابعت أنت هذه السيطرة على مركز مدينة الرمادي؟ هذا اليوم قال محافظ الأنبار، وقبل ذلك كان الناطق باسم قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن وارن، قد قال بأن تحديد المساحة الكلية للمنطقة التي تم استردادها من تنظيم الدولة الإسلامية من قبل القوات العراقية كان صعبا، أمرا صعبا جدا، ويتطلب دقة، قبل أن يقول بأن ليس أكثر من ثلث مساحة الرمادي تم استردادها. إضافة إلى أن أكثر من مسؤول أمريكي وصحيفة واشنطن نيويورك تايمز كانت قد قالت لا يمكن اعتبار ما حصل في مدينة الرمادي انتصارا استراتيجيا، لأن المعركة أثبتت بأن هذه القوات، أي قوات الحكومة، بعد 7 أشهر من قتال خاضته في أكثر من مرحلة، وقالت بأنها طوقت الرمادي وبدأت المرحلة الأولى، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية، ثم قالت بأنها بدأت بمرحلة تطهير المدينة. كانت 7 شهور مدة طويلة لتحقيق إنجاز بهذا الحجم الضئيل. أنا في تقديري أن تنظيم الدولة الإسلامية يوازن بين أمرين من استراتيجيته، سياسة الكر والفر وسياسة إمساك بالأرض. إذا ما قرر أن يخوض حرب كر وفر وحرب مدن وعصابات، فإنه لا يتمسك بالأرض، وإنما يترك الأرض لتكون فيما بعد منطقة لتنفيذ عمليات عسكرية انتحارية وغير ذلك من العمليات الأخرى. أما عندما يكون وضعه العسكري بشكل جيد فإنه يتمسك بالأرض. وعلى العموم ما حصل في مدينة الرمادي في هذا اليوم، حصلت عمليات كبيرة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، هاجم مناطق تحشد القوات الحكومية في بعض أجزاء مدينة الرمادي، مما يشير إلى أنه زاوج أو يجعل من طريقتي الإمساك بالأرض وحرب العصابات أمرا يمكن أن ينفذ في أي وقت يريد. طيب إذن كيف نفسر يعني استعجال ربما الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء بإعلان هذا النص والاحتفاء به، وكأن القوات قد حررت يعني كامل العراق؟ يعني لماذا هذا الاستعجال إذن؟ ما الهدف من ذلك؟ يا سيدي، الحكومة، حكومة حيدر العبادي، بحاجة إلى أي نصر يمكن أن توظفه توظيفا سياسيا مهما كان من الناحية العملية انتصارا ضئيلا أو صغيرا. مدينة الرمادي تم اقتحامها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في شهر أبريل من هذا العام، وبعد كل هذه المدة كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، واستطاع أن يقيم فيها شبكة من الأنظمة
الأنفاق العسكرية، إضافة إلى أن حيدر العبادي الذي يواجه خصومه السياسيين داخل التحالف الشيعي. نعم سيد سامر راي. طيب يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد السامورائي، سنحاول مجددا الاتصال به ربما عبر الهاتف. إذا أعزائي المشاهدين، نحن في هذه الحلقة نتناول حقيقة ما حصل في الرمادي. الحكومة العراقية تتحدث عن انتصار كبير وعن دحر للعصابات الإرهابية كما سمتها، ولكن الكثير من المراقبين، المحللين، المتابعين، المواطنين العراقيين يتحدثون عن نصر أيضا منقوص غير مكتمل. البعض يتحدث عن ثلث المساحة فقط في مدينة الرمادي. انضم إلي عبر الهاتف السيد محجوب الزويري، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر. سيد الزويري، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. يعني كنا نتحدث عن حقيقة هذا الانتصار، أنت برأيك كيف تابعت معركة الرمادي؟ استمرت أشهرا طويلة، دعم كان كبير من التحالف الدولي، هل النتيجة كانت مقبولة معقولة برأيك؟ أنا لا أرى بأن ما تحدث ما جرى في الرمادي هو إنجاز عظيم يستحق تسميته بالنصر. هذه معركة طويلة وكما تفضلت استمرت 7 شهور، شاركت فيها التحالف الدولي وشاركت فيها الحكومة العراقية. معركة الرمادي باعتقادي أنها تعكس أمرين مهمين. الأمر الأول وهو مدى تراجع هيبة الدولة في العراق، وربما أنه ما حصل في الموصل من قبل وما وتداعياته في الرمادي هو نوع من الإثبات المتواصل لتراجع هيبة الدولة ومفهوم السيادة في العراق بشكل عام. الأمر الثاني والذي هو مرتبط بالأول وهو أنه تراجع ما يسمى، ما أسميه أنا ب السيادة والسيادة التي تحافظ على القانون الدولي، وهنا أتحدث عن دور التحالف الدولي. يعني التحالف الدولي يعرف تماما على رأس الولايات المتحدة أن العراق دولة لا تستطيع، أن الجيش العراقي لا يستطيع أن يحارب لوحده، ومع ذلك تركوه في الأشهر الماضية يخوض غمار معظم المعارك ويدمر كثير من المدن والقرى العراقية ويحدث تعميق في البعد الطائفي دون أن يحقق إنجاز في المعركة الحقيقية وهي وضع حد لتقدم تنظيم الدولة في العراق. هذه قضية في غاية الأهمية، بمعنى آخر أن المعركة مع تنظيم الدولة أصبحت تسير في اتجاه ليس لا يبدو منه هو يعني هزيمة لتنظيم الدولة بقدر ما هو محاولة استعادة الدولة شيئا من هيبتها حتى أمام مواطنيها. وهذا ما يفسر لنا التصريحات وتصريحات الحكومة العراقية ورئيس وزرائها والحديث عن نصر عظيم. بمعنى آخر الكل يبحث عن محاولة استعادة ماء الوجه أمام ما حصل في الأشهر الماضية في العراق من تراجع مضاعف في هيبة الدولة. ما حصل اليوم في الرمادي أو الأيام القليلة الماضية ما هو إلا محاولة، لكن لا اعتقد بانه هذا سيعزز من استعاده هيبه الدوله، لانه لا اعتقد بانه استعاد ثلث الرمادي. وانا اميل الى القول بانه ما تقوله قوى التحالف قد يكون مقبول اكثر بالنظر الى قدرات التكنولوجيه لديهم، بالنظر ايضا الى انه هنالك مشكله، يعني هناك فجوه بين الجيش العراقي وبين الناس في الرمادي وبين المناطق كلها، وبالتالي يعني هذا الجيش نفسه ربما ينظر اليه الناس هناك تماما كما ينظرون الى بعضهم الى تنظيم الدوله كشيء غير مرغوب فيه، وبالتالي هذا جانب الحقيقه في غايه التعقيد. وربما لا يؤدي الى انجاز حقيقي في محاوله استعاده كل هذه المناطق بالسرعه التي يتصورها البعض. نعم، طيب سيد زويري، يعني ذكرت محاوله استعاده هيبه الدوله، يعني لكن البعض يقول ان الجيش العراقي الان استعاد زمام المبادره، اصبح هو من يقود الهجوم، اصبح ليس في موقف دفاع وانما اصبح هو من يقود او يبدا المعارك، وتدليل بذلك على تكريت وبيجي والوصول الى الرمادي الان. يعني استعادة زمام المبادرة
يفسر عسكريا وسياسيا بانه نوع من الانجاز المرحلي، لكن ما مدى تحقيق الاهداف؟ ما مدى تقليل الضحايا؟ ما مدى تجسير الفجوه مع جزء كبير من الشعب العراقي في هذه المناطق؟ هذه القضايا الاساسيه التي يجب العمل عليها، لانه انا لا اعتقد بان المعركه هناك فقط متعلقه بتنظيم الدوله، هي معركه متعلقه باستعاده الثقه ايضا بين الناس واستعاده احترام لان هذه الحكومه وذلك النظام السياسي في العراق فعلا يعود لكل العراقيين ومثل كل العراقيين، وهذا جوهر المعركه فيما يحصل في العراق الان. يعني كلما يعني حاول البعض فقط التركيز على الحرب على الارهاب يتم تناسي الابعاد الاساسيه والتركه الحقيقيه التي يعيشها العراق منذ عام 2003 وما تركته هذه التركه الثقيله من امراض ومن اثار سيئه في البيئه السياسيه والاجتماعيه في العراق. جزء منها ما يشاهد في غرب العراق، جزء من هذه البيئه وجزء من هذه الاحتقانات اللي تحاول الحكومه الان محاوله اصلاح الوضع فيها. لكن على فرض على احسن السيناريوهات بان الحكومه العراقيه استطاعت ان تخضع الرمادي لها مره اخرى، وان لكن كم بقي من اهل العراق في الرمادي؟ كم بقي من الرمادي قابل للحياه؟ كم بقي في الرمادي مصادر للحياه؟ كلها اسئله الحقيقه لا يجب البحث عن المعركه، السؤال عن المعركه وفقط استعاده جزء منها، هو ماذا تركت هذه المعركه من دمار اقتصادي اجتماعي ونفسي للناس. نعم، طيب دمار كبير للناس، أعود إلى هذه النقطة، لكن ذكرت سيد محجوب زويري نقطة مهمة وهي يعني فقدان الثقة، فقدان الشعب العراقي الثقة في هذا في الجيش العراقي. أنقل هذه النقطة للسيد نزار السامورائي الذي عاد إلينا مرة أخرى، يعني هل تتفق مع السيد محجوب الزويري أن فعلا الشعب العراقي فقد الثقة في الجيش العراقي وأن المشكلة هي مع الجيش العراقي، أم أن المشكلة هي مع الميليشيات الشيعية الحشد الشعبي الذي كان يشارك في المعارك السابقة وتم استبعاده في هذه المعركة معركة الرمادي؟ الجيش الحالي في العراق هو جيش طائفي بامتياز، لأن معظم قياداته بما يصل إلى 95 إلى بين 95 و97% من قادته وضباطهم من الطائفة الشيعية. أما أفراده فمعظمهم أو أقول 100% منهم هم من عناصر ميليشياوية تم دمجها في هذا الجيش، وبالتالي هذا جيش غير مهني وغير وطني، هو جيش فئوي يخص طائفة واحدة. وإن حاول في الآونة الأخيرة حيدر العبادي وبعض قياداته أن يعطون هذا الجيش طابعا وطنيا مهنيا من خلال معركة الرمادي، الرمادي لم يكن بالإمكان خوض هذه المعركة بالصورة التي حصلت لو لم يضغط الأمريكيون بشكل قوي على الحكومة من أجل منع الميليشيات، ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية التي خاضت معارك سودت صفحتها في كل من بيجي وتكريت ومحافظة ديالى وحزام بغداد ومدينة جرف الصخر. كانت عمليات انتهاك للأعراض، اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، قتل وخطف للأحياء واغتصاب للنساء في هذه المناطق. أنا في ظني أن الجيش هو نسخة من الميليشيات، لأن قرارات أصدرها بول بريمر عام 2004 عندما شكل الجيش الحالي دمج بموجبها مئات الضباط من الميليشيات الذين لم يتخرجوا من أي مدرسة عسكرية، ناهيك عن الكلية العسكرية وكلية الأركان. أنا في ظني أن هذا الجيش يبقى جيشا مهنيا إن تحقق مبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية، أما إن لم يصدر قانون الخدمة الإلزامية في الجيش فلن يكون جيشا مهنيا وسيبقى جيشا فئويا. أنا في تقديري أن المعارك التي خسرها هذا الجيش في مدينة الموصل وفي تكريت وفي الرمادي هو انعكاس لواقع مرير يعيشه أو تعيشه وحدات هذا الجيش، لأنه يعبر عن مصلحة فئة واحدة وليس مصلحة الشعب العراقي بكامله. الجيش لا ينبغي أن يخوض معارك داخلية، وإنما واجبه يتحدد في الدفاع عن الحدود الوطنية والسيادة الوطنية أمام الأخطار الخارجية. لم ينجح ولم يخوض معركة واحدة منذ عام 2003 حتى الآن للدفاع عن سيادة العراق، كل الذي خاضه هو معارك ضد أبناء الشعب
وقتل من العراقيين ربما ما لم يقتله المحتلون الأمريكيون والإيرانيون. ولكن سيد سمراء، يعني مصادر تتحدث عن تعاون هذا الجيش، الجيش العراقي، مع العشائر العراقية، العشائر السنية في الرمادي في تحرير مركز المدينة، ويعني تجنيب دخول الميليشيات الحشد الشعبي في هذه المعركة لتغيير في الاستراتيجية نظرا لما تم من مجازر ذكرتها في مناطق أخرى. يعني أنا في تقديري أن الميليشيات التي لم تشارك بملابسها الخاصة شاركت بعد أن تم نزع لباسها الميليشياوي وارتدت ملابس عسكرية، أما عسكرية لقوات الجيش أو لقوات الشرطة، وبذلك أدت نفس الدور الذي كان بالإمكان أن تؤديه في وقت سابق، لأن أمريكا أصرت على عدم مشاركة هذه القوات باسمها كميليشيا، ولكنها لم تستطع أن تتبين هل شاركت هذه الميليشيات بعد أن ارتدت ملابس عسكرية للجيش والشرطة في معارك الرمادي. هذا من جهة. من جهة أخرى يا سيدي، لا توجد تقارير محايدة خرجت من مدينة الرمادي تقول بأن الجيش قد تعاون مع العشائر ومع أبناء المدينة، باستثناء بعض الأفلام التي أخذت لأغراض دعائية، لأغراض بروباغندا سياسية نفذتها بشكل أو بآخر هذه الأفلام لتقول بأن هنالك تعاونا جديا وكاملا بين العشائر وأبناء مدينة الرمادي والقوات الحكومية. أفلام قصيرة لا قيمة لها. طيب أعود إليك سيد محجوب زويري من الدوحة، يعني يتردد أن التحالف الدولي أن أمريكا رفضت مشاركة الحشد الشعبي وأنها غيرت في استراتيجيها في التعامل مع الشأن العراقي من خلال دعم الجيش العراقي وأيضا دعم أبناء العشائر في المشاركة مع الجيش في تحرير مناطقهم وعدم الاعتماد على هذه الميليشيات. هل أدرك التحالف الآن خطورة فعلا التعامل مع ميليشيات طائفية في تحرير مناطق عراقية؟ حتى لو ثبت أن الولايات المتحدة أدركت هذا، هذا متأخر. الجيوش عادة تسبقها سمعتها وتسبقها مواقفها. هذا الجيش كما تفضل المتحدث من عمان، هذا الجيش صبغ ونظر إليه وينظر إليه بأنه طائفي، مهما قالت الولايات المتحدة، مهما حاولت تسكب عليه من مياه زمزم لن تغير من صورته أمام الناس. الولايات المتحدة لو كانت فعلا حريصة على أن يكون هناك دولة متماسكة في العراق لما فعل بريمر ما فعلوا، ولا حرصوا على بناء جيش وطني حقيقي. ما الذي يثبت ان هؤلاء الذين يقاتلون هم ليسوا من فئه معينه؟ من يستطيع ان يقول بان هؤلاء مقاتلين محترفين يدافعون عن العراق وعن الدوله؟ هذه كلها قضايا جدليه، وانا اعتقد تصريحات الولايات المتحده لا تخدم بقدر ما هي عباره عن يعني تخلي عن المسؤوليه ومحاولة فقط غسل اليدين من المسؤولية بأنه هذا جيش وندعم هذا الجيش. هذا الجيش يعني خلال السنوات الماضية كم هو الإنجاز الذي حققه حتى يستطيع أن يقنع المواطن العراقي؟ ما تقوم به الولايات المتحدة الآن من يعني إعادة خلينا نقول هيبة الجيش هو عبارة عن فقط محاولة من واشنطن إلى إقناع ربما المجتمع الدولي وحتى جيران العراق بأنها جادة في الحرب على الإرهاب وبأنها تريد تحقيق تقدم في الإرهاب. الولايات المتحدة تمتلك من التكنولوجيا وتمتلك من المعلومات وتمتلك من هاي ما يمكنها أن تحقق أشياء في زمنية في فترات قصيرة. لماذا الانتظار 7 شهور حتى يحقق التنظيم كل استقرار هذا في العراق؟ يعني لماذا الانتظار عليه حتى يفتت ويعمق من الحرب الطائفية في العراق ويعمق من ضعف الدولة، والآن تأتي بعد 7 أشهر لحل المشكلة؟ هذه قضايا مهما هربنا منها ستكون مؤلمة ويجب مواجهتها. يعني الحال السياسي في العراق الآن تماما يذكرني بالمريض بين يدي الطبيب. الطبيب يقول بأن المريض جيد 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 حتى يذهب المريض إلى قضاء ربه، والعراق قالوا عنه جيد سيتحسن. عملية سياسية 2003 لليوم، والعراق يوما عن يوم يزيد سوءا ويزيد وضعه، يزيد وضعه سوءا ويزيد وضع الاجتماعي تفتت ويزيد وضع الاقتصادي تردي. المشكلة ليس هنالك إرادة حقيقية لا ربما في العراق ولا إقليميا ولا دوليا على تجميع
ما يسمى بفكرة الدولة العراقية. الكل راضي عن الفتفتة، الكل راضي عن الانقسام، الكل راضي عن الضعف، والكل يحاول أن يجني من ذلك ما استطاع. الجارة إيران، الكردستان، تركيا، سوريا بعد انهيارها، الولايات المتحدة، ليس هنالك إرادة. لم يعني قتلوا حتى فكرة النخبة السياسية العراقية أصلا. العراق الذي كان يخرج مفكرين وأساتذة. طيب هذا يدفعني سيد زويري، عفوا يعني المقاطعة، يدفعني عن السؤال عن حقيقة الدور التحالف الدولي، الدعم الموجه للقوات العراقية. يعني المتحدث الرسمي باسم التحالف ستيفن وارن تحدث عن أكثر من 600 طلعة جوية منذ يوليو الماضي، تحدث عن دعم القوات الأمريكية للجيش العراقي بأكثر من 5000 صاروخ مضاد للدروع في هذه المعركة بالتحديد. يعني ترى لو كان هذه الطلعات كلياتها كل جميعها لو حصلت عندما حصل السيطرة على الموصل، ألم تكن أكثر فعالية؟ لماذا الانتظار كل هذا الوقت؟ هذا السؤال الذي يطرح ويطرحه كل مراقب. لماذا التأخر 7 شهور بعد أن يعني زاد أو عمق التنظيم من تفتيت البنية العراقية الاجتماعية ومحاولة تعميق البعد الطائفي ومذهبي في العراق؟ هذه الطلعات الجوية 5000 أو القصف، لماذا تأخر كل هذه الأشهر؟ لماذا لم يحدث فترة مبكرة عندما كان التنظيم طارئ على البيئة كلها العراقية؟ هذا هو السؤال الكبير. الآن 5000 طلعة أو غيرها سيرافقها تدمير البنية التحتية، سيرافقها تدمير المستشفيات. كم آلاف الناس مهجرين سواء داخل العراق أو ذهبوا خارج العراق لا يستطيعون أن يذهبوا إلى بغداد. يعني هناك مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة. حتى قلت لك في أحسن سيناريو لو استعادوا غرب العراق بما فيه الموصل، كم تم من تدمير، وكم يحتاج هذا الى بناء، واهم من ذلك كم يستطيع الانسان في تلك المناطق ان يحتاج الى ترميم نفسيته ليصبح انسان طبيعي كبقيه الملايين من البشر. طيب سيد سامورائي، يعني المصادر الحكومية العراقية تتحدث عن دمار 80% من الرمادي وتحمل المسؤولية لتنظيم الدولة أنه هو المسؤول عن هذا الدمار الذي حل سواء بالرمادي أو قبلها في تكريت وغيرها. ما هي حقيقة دور الحكومة العراقية؟ حشد هذه القوات، القصف المكثف، الطلعات الجوية، أكثر من 600 طلعة جوية، وفي النهاية تحدث مسؤول المتحدث باسم التحالف الدولي عن مقتل مئات الأشخاص. سيد سامورائي؟ نعم أنا معك. نعم أسمعك. تفضل. ما تقول الحكومة ليس بصحيح، لأن الضربات الجوية التي نفذت والقصف المدفعي وكذلك البراميل المتفجرة التي تم ضربها على مدينة الرمادي وما تزال على مدينة الفلوجة الآن أو مدينة الموصل، وسبق أن ضربت بها الرمادي والبيجي والدور وغيرها، كلها من أفعال الحكومة والتحالف الدولي. أنا أقول تدمير مدينة الرمادي مقصود به منع سكانها من العودة إليها، لأن هنالك 3 ملايين مهجر من محافظة الأنبار الآن يعيشون إما في كردستان أو في بغداد أو في أماكن أخرى أو في العراء، ولا يراد لهم العودة إلى مساكنهم على الإطلاق، لأن هنالك نية مبيتة من قبل الحكومة ألا تسمح لهؤلاء وأن تجلب بدلا منهم سكانا جدد من الإيرانيين الذين دخلوا العراق بصورة غير مشروعة من دون جوازات ومن دون وثائق رسمية عبر الحدود، وعددهم يقرب من 2 مليون إنسان. ما تقول الحكومة أمر سياسي مقصود منه هذه الخطوة وهذه الفكرة. على ذلك من دمر مدينة الرمادي ليس تنظيم الدولة داعش، وإنما من ضرب داعش بالطائرات والمدفعية. لو أن العمليات العسكرية تم خوضها عبر قتالات خاصة لما تدمرت مدينة الرمادي، تماما كما لم تدمر مدينة بيجي وتكريت وغيرها من المدن التي تم سحقها بالمدفعية البعيدة المدى وبالطيران وطيران الهليكوبتر والبراميل المتفجرة.
طيب سيد، اعود اليك سيد محجوب زويري، يعني عن مسؤوليه التنظيم، يعني وزير الدفاع العراقي خالد العبيد تحدث عن دمار 80% مثل ما اشرنا في النقطه السابقه، ولكن يشير ان التنظيم استخدم يعني الكثير من العبوات المتفجره، فخخ يعني ربما جميع المباني سواء الخاصه او الحكوميه، الالغام التي زرعت في كل مكان. لماذا اذا تحمل فقط يحمل التحالف او القوات العراقيه المسؤوليه اذا؟ ايا كانت المسؤوليه ثمه جريمه هناك بحق هؤلاء الناس، يعني انا اعتقد بانه ما يجري الان من جدل مسؤوليه من يعني يذهب بعيدا عن جوهر الفكره، يعني بالتاكيد هذه معركه بين طرفين وكل طرف يريد ان يثبت وان يحقق نصر. البعد الانساني عاده في المعركه غير محسوب وغير مخطط له وغير يعني ماخوذ بعين الجد. التنظيم يرى بانه هذه المناطق سيطر عليها ولا يريد الخروج منها ويمنحها غنيمة للآخرين، والدولة تعتقد طبعا معروف أن هذا جزء من العراق تريد استعادة هذه المناطق. طبعا هذه معركة ستدمر الكثير، وتبادل الاتهامات لا يعني إيقاف التدمير، يعني أن تبادل الاتهامات مهم والتدمير مهم في نفس الوقت، والمدنيون سيدفعون الضحايا دون إنجاز حقيقي لا للعراق ولا حتى لما يسمونه بالحرب على الإرهاب. يعني هذه المعركة، معركة الرمادة، حتى لو انتهت باستعادة العراق الحكومة العراقية، هل هذا سينهي حالة التهديد والإرهاب الذي يسمونه في العراق؟ هذا لا ينهيها، وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذا فقط يعني من باب أسميها المهاترة السياسية، بقية الاتهاد والاتهامات. التدمير حاصل وكلا الطرفين يساهم في التدمير بشتى الأنواع. طيب البعض يتحدث سيد محجوب زويري عن ربما انتهاء لدور التنظيم في الرمادي، لذلك تم هذا الانتصار، انسحب التنظيم من المدينة بعد انتهاء مهمته، هل تتفق مع هذا الطرح؟ تنظيم الدولة في كل الأدبيات هو لاعب غير حكومي، في غياب دولة مركزية متماسكة وفي غياب نوع من التنسيق الامني في كل في المنطقه سواء كان العراق او السعوديه سيبقى له وجود، سيتراجع هناك، سيتقدم هناك، سيحاول ان ينسحب تكتيكيا، لكن ما دامت الدوله غائبه، والدوله هنا ليس فقط القوه العسكريه، الدوله المنسجمه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قادره على ضبط حدودها، لديها نخبه سياسيه فعلا وطنيه، في غياب كل هذا الامر التنظيم سيبقى ينسحب من الرمادي، لكن سيجد له موقع اخرى لانه ما في دوله، وبالتالي يعني هذه معركه، هذه جولات. نعتقد بانه حتى لو نزل في هذه الجوله سيجد انه ربما يحقق في جوله اخرى ما دامت اسباب المرض موجوده، فهذه كلها عباره عن فقط جزئيات الحقيقه وليست الامر كله. طيب شكرا جزيلا سيد محجوب الزويري، استاذ دراسات الشرق الاوسط في جامعه قطر، حدثنا من الدوحه. انضم إلينا الآن أيضا الشيخ إياد المحمدي، عضو الحراك الشعبي في محافظة الأنبار. شيخ محمدي مرحبا بك معنا، يعني السؤال هو عن حجم تنظيم الدولة في الرمادي. متحدث باسم التحالف الدولي ستيفن وارن تحدث عن بضعة مئات، الحكومة العراقية تتحدث عن مقتل ما يزيد عن 1000 شخص، ما هي حقيقة وجود تنظيم أو حجم تنظيم الدولة في الرمادي برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي الكريم، الحراك الشعبي في العراق أو في الأنبار هو ضد تنظيم داعش، وأهل السنة في العراق هم ضد تنظيم داعش، ونعتقد أن تنظيم داعش يعني هذا أهل السنة والجماعة في العراق أكثر مما هذا المكونات الأخرى والناس الآخرين. الحقيقة هناك تهويل إعلامي في الرمادي، هناك بعض المناطق بالفعل تم تحريرها، ونتمنى التحرير لباقي المناطق. نحن لسان حالنا ينطق به الذين نزحوا وسكنوا المخيمات، النازحين اليوم يريدون تحرير مناطقهم، ولكننا نقول نريد تحرير بلا خسائر يقوم بها او ينفذها من يحرر هذه المدن. نريد تحرير ليس كتحرير مدينه تكريت وبيجي التي اصبحت صحاري قاحلة، نريد تحرير بلا انتهاكات لحقوق الإنسان، نريد تحرير بلا تفجير لبيوت المدنيين الآمنين،
نريد تحرير بلا تفجير للمساجد والجوامع ولدور العبادة. نريد تحرير يتطابق مع الشريعة الإسلامية هؤلاء داعش خوارج، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نحن يعني ضد هؤلاء، ونقول أن قتالهم اليوم واجب، لأنهم طغوا في البلاد فأفسدوا فيها، ذبحوا البلاد والعباد، ذبحوا الأبرياء، ذبحوا الناس، عادوا في المدن فساد. اليوم أخي الكريم الذي تأذى، الذي خسر فقط المحافظات السنية، هؤلاء أعداء أهل السنة. هؤلاء هم جاءوا لتدمير أهل السنة في العراق وفي الأنبار، جاءوا لضياع محافظاتنا، كانت الأنبار والموصل وصلاح الدين عطية على الميليشيات. طيب سيد محمد، يعني عذرا على المقاطعة، يعني السؤال عن حجم التحرير الآن، يعني تتضارب الأنباء، البعض يتحدث عن تحرير فقط لمركز مدينة الرمادي، البعض يتحدث عن نسبة لا تتجاوز يعني ثلث مساحة المدينة. برأيك يعني حجم تحرير المدينة كيف وصل، يعني إلى أين وصل؟ يعني الحقيقة التحرير ليس بالمستوى بالتهويل الإعلامي الذي يخرج الآن، لكن 60% إلى 70% من المدينة قد تحرر. مركز المدينة نعم تحرر، المجمع الحكومي نعم تحرر، نتمنى تحرير بقية المناطق والمدن في الأنبار، ولكني كما قلت تحرير مقيد بدون خسائر يقوم بها من يحرر. تحرير بدون تفجير، تحرير بدون إعدام للمدنيين. طيب كيف ترى يعني عدم مشاركة الحشد الشعبي في هذه المعركة، معركة الرمادي لم يشارك بحسب الأنباء، في حين بمقارنة يعني مع مدن أخرى سابقا كتكريت مثلا؟ أخي الكريم، نحن لسنا أعداء لأحد، ولا نريد أن بعد أحد، لا الحشد الشعبي ولا غير الحشد الشعبي. الرأي الذي نقول به منذ أن دخلت داعش إلى مدننا أن أبناء المدن وأبناء العشائر هم أولى بتحرير مدنهم. نحن عندنا ثار مع داعش، داعش أعدمت العلماء والأئمة والخطباء وشيوخ العشائر والأبرياء، نحن عندنا ثار مع داعش، نحن من نقاتل داعش ونحن من نخرج داعش، نحن أهل المدينة، احنا اعرف في مدينتنا من غيرنا. اليوم الحقيقه الرمادي اخذت حيزا واضحا في الاعلام، واخذت اهتماما كبيرا، لان ابنائها هم من يقاتل، اكرر ابنائها هم من يقاتل. طيب ما هو الدور الذي لعبه ابناء الرمادي في معركه التحرير سيد محمدي؟ التحرير ما دام منضبط. نعم، ما هو الدور الذي لعبه ابناء المنطقه، ابناء المدينه، عشائر الرمادي في تحرير المدينه؟ أبناء المنطقة وأبناء العشائر لهم الدور الأساس، لأنهم يعرفون طبيعة المنطقة ويعرفون أيضا كيف يخاطبون أهل المنطقة. أهل المنطقة يطمئنون حينما يرون أن السلاح بيد أبنائهم، أن القتال يقوده أبناء المنطقة، أما أنهم يرون السلاح بيد آخرين وهؤلاء الآخرين يسمعونهم من الشعارات الطائفية أو من العبارات الطائفية، الحقيقة ما يطمئنون، وهذا يدفع الشباب الذي لا يمتلك ثقافة وربما قد يكون مغرب، يدفع إلى أن يكون مع داعش. نحن نقول لإخواننا الشيعة ولأهل العراق من الجنوب، نقول لهم دعونا، نحن نقاتل داعش، نحن أعرف منكم بقتال هؤلاء، قاتلناهم في عام 2006 و2007 وأخرجناهم من مدننا ومن محافظاتنا وانتصرنا عليهم، لأننا نعرف كيف يقاتل هؤلاء وكيف يهتم هؤلاء. أنتم لا تعرفون هؤلاء، دعوا الأمر لنا، نحن نحمل الأمر عنكم، وسنكون حماة لكل العراق ليس الأنبار فحسب. طيب جميل، ابقى معي سيد محمد. يعود اليك سيد نزار السمرائي، يعني البعض يتحدث عن صمود لتنظيم الدولة عندما تكون المعركة مباشرة مع ميليشيات الحشد الشعبي، او تكريت كانت كمثال، ولكن عندما شارك التحالف الدولي الآن انهار التنظيم بسرعة او انسحب مباشرة من الرمادي. ما هي العلاقة بين هذان الطرفان، يعني مشاركة الميليشيات
الحشد الشعبي وصمود التنظيم؟ أود أن أقول في البداية بأن التحالف الدولي عندما رفض مشاركة الحشد الشعبي الشيعي في معركة تكريت فإن الحشد بقي لمدة شهر واحد لم يتقدم لمتر واحد على الإطلاق، إلى أن طلبت الحكومة من التحالف الدولي المشاركة في القصف الجوي حتى انسحبت قوات الميليشيات، فبدأت الضربات الجوية في مدينة تكريت، وخرج تنظيم الدولة الإسلامية من تكريت حتى من دون قتال. أما في مدينة الرمادي فكما قلت في البداية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت عدم مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي خشية من أن تتكرر مآسي بيجي وتكريت ومحافظة ديالى وجرت الصخر وحزام بغداد. هذه الجرائم التي ارتكبتها عناصر ميليشيا الحشد الشعبي بدأت بشكل لا يمكن أن ينسى على الإطلاق، ولذلك بدأت القوات الأمريكية بضربات جوية قوية إضافة إلى القصف المدفعي، وهذا ما قرب تحقيق النتيجة التي تحققت باسترداد أجزاء من مدينة الرمادي عندما بدأت الصفحة الأخيرة من هذه المعركة. أنا أظن أن الميليشيا الحشد الشعبي لو كانت قد شاركت لربما كان هنالك كانت هنالك فرصة لإطالة أمد المعركة بسبب ما يمكن أن تؤديه هذه الميليشيات من جرائم ضد المواطن. عند ذاك كان المواطن يمكن أن ينحاز ضدها بصرف النظر عن الطرف الذي سيقف معه دفاعا عن نفسه وعرضه وممتلكاته. طيب ألا يشكل ذلك سيد يعني سامورائي تغير في استراتيجية التحالف في التعامل مع أبناء العشائر السنية في العراق وإتاحة المجال لها للدفاع عن أرضها للمشاركة في تحرير مدنها مقابل إيقاف التعامل أو تأجيل التعامل مع هذه الميليشيات؟ لا شك ذلك دعما للعشائر في العراق. ليس هنالك بد من للولايات المتحدة الأمريكية من أن تعيد النظر بمواقفها تجاه المشهد الأمني والعسكري العراقي برمته. لو استمرت على نفس الخيارات السابقة لكانت قد خسرت الكثير من سمعتها وهيبتها ودورها في هذه المنطقة، وخاصة أن روسيا بدأت تحتل مواقع متقدمة في مناطق النفوذ الأمريكي التقليدية في منطقة الشرق العربي. أنا في ظني أن أمريكا تريد الآن أن تحسن سمعتها وتقول للمكون السني الذي يشكل جزءا كبيرا من الشعب العراقي يزيد على نصف السكان بأنهم أهملوا وحوربوا من قبل الاحتلال الأمريكي وهم مش دورهم، وأعطيت لهم نسب غير صحيحة عن عدد السكان، وبالتالي فالعودة إليهم لمنعهم دورا سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا هو الحل الأمثل الذي لن تستطيع أمريكا أن تقوم به سوى بغيره إلا من خلال التعرف على المفاتيح الأساسية سياسيا في البيئة السنية وتتحرك من خلالها. طيب أعود إلى الشيخ إياد المحمدي مجددا، يعني شيخ إياد يعني كيف ينظر أبناء الأنبار الآن أبناء الرمادي لما حل بالمدينة؟ 80% تدمر من المدينة بحسب وزارة الدفاع العراقية، هل يعتبرون أن هذا الثمن الذي دفع يعني معقول مقبول مقابل خروج التنظيم مقابل يعني القضاء على قيادة أو أعضاء التنظيم في الرمادي؟ الو ايه شيخ محمدي؟ الو نعم تسمعني؟ ممكن تعيد السؤال الصوت كان يتقطع. نعم سألتك عن يعني رد فعل ابناء الرمادي بعد السيطرة على مركز المدينة واعلان وزارة الدفاع عن تدمير جزء كبير من المدينة وصفته بنسبة 80%، يعني هل يرى ابناء الرمادي ان هذا الثمن كان مقبولا التضحية بهذه بالمدينة مقابل هزيمة التنظيم في الرمادي؟ لا
طبعا انا فهمت من سؤالك انه وزاره الدفاع اعلنت عن تحرير 70%، هل هذا معقول او مو معقول؟ لا لا نعم ان هذا اعيد السؤال مره اخرى، يعني السيد خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي تحدث عن دمار لما يقارب من 80% من الرمادي. هذا نعم. هذا الدمار هل يعتبر، هذا الثمن هل يعتبر يعني مقبول مقابل هزيمة تنظيم الدولة في الرمادي؟ والله أخي الكريم شوف، لا أحد يقبل بدمار مدينته. هؤلاء المجرمون الدواعش ومن والاهم ومن يكمل مشروعهم من الطائفيين هم من فجر هذه البيوت والمنشآت والمرافق الموجودة في الرمادي. نحن اليوم نريد التحرير كما قلت، ولكن نريد تحرير منضبط، ومع هذا نعتقد أن البنايات وكل شيء يعني فقد سيعوض. الروح البشرية لم تعوض، أهل الأنبار سيبنون محافظتهم بأيديهم، هم من بنوها. أهل الأنبار معروفون بكرمهم وشجاعتهم وثروتهم المالية، لا يهم اليوم يعني البناء إذا سقط، وإنما المهم كما قلت لك تحرير بدون خسائر بشرية، بدون يعني أفعال تثير حقد الناس. يعني إذا سقطت بناية ستعوض، لكن إذا سقط الأبرياء من الناس وهم كثر في داخل المدينة، هؤلاء لا يعوضون. لذلك نحن نقول الله الله في تحرير المدن. نعم. يعني كل من يشارك في تحرير المدينة ليضع بيته أمام عينه، وليضع أطفاله وزوجته وأمه وأبوه وأهله وعشيرته أمام عينه. هؤلاء إخوانهم الذين حوصروا ولم يستطيعوا الخروج، هم إخواننا، هم عراقيون، حالهم كحال ابن النجف وابن كربلاء وابن مدينة الصدر وغيرها من المناطق. نعم. حالهم حال ابن الأعرابيين، حالهم حال ابن بقية مناطق العراق. هؤلاء محاصرون، هؤلاء هم يعني هم الذين يشكلون الأهمية الكبرى في المحافظة. لا نريد أن يمسهم شيء من الأذى بحجة أننا نقصد داعش أو نريد أن يعني نقضي على الإرهاب أو كذا. نعم نحن مع القضاء على الإرهاب ومع القضاء على داعش، لكن هؤلاء المدنيين هم أمانة في رقاب من يحرر المدينة. نعم المدينة تدمرت بالكامل، يقال أنه لا توجد بناية مرتفعة يوضع عليها العلم العراقي في رمادي، وهذا للأسف يؤذينا، ولكن يعني نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب شكرا جزيلا الشيخ إياد المحمدي، عضو الحراك الشعبي في محافظة الأنبار. انضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد صادق المطلق، القيادي في ائتلاف العربية العراقي من عمان. سيد صالح مرحبا بك معنا في حلقة اليوم. يعني نتحدث الآن ربما عن الدور المقبل أو الخطوة المقبلة بالنسبة للجيش العراقي، بالنسبة للحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بعد سيطرة على الأنبار. وزارة الدفاع كانت تحدثت عن الاستعداد للتوجه نحو الفلوجة، هل الوقت مناسب الآن أم أنه ما زال مبكرا برأيك؟ أخي احنا حقيقة نبارك في تحرير الأنبار ونبارك في تحرير أي منطقة من مناطق العراق، ولكن يجب أن يكون تحرير الأنبار على حقيقة مثل ما تم تحرير الأنبار من قبل أهل الأنبار وشجعان الأنبار الذين حقيقة حرموا من البداية في الدفاع عن مدنهم عندما لم تقم الدولة بتسليحهم بالشكل الصحيح، بل صادرت أسلحتهم وجردت المناطق من السلاح وأدخلت داعش عليهم في ذلك الوقت، وهو الأمر أنت كما تعرف هو مقصود لإذلال هذه المناطق ولتهجير هذه المناطق ولتدمير هذه المناطق بحجة داعش. داعش اليوم نحن نلاحظ وأنت ترى أمامك شاشة التلفزيون لن تجد جثة واحدة لمقاتل من مقاتلي داعش، بل داعش انسحبوا انسحاب ولا يوجد أي قتال حقيقة سوى قصف البيوت وقصف المساجد وقصف العمارات بالطائرات. ونحن اليوم الحقيقة ما جرى في الأنبار
انت كما ترى هم ابناء العشائر والجيش والشرطه، هم حرروا هذه المحافظه ونحن نشد على ايديهم. ما يجري بالفلوجه حقيقه كما نسمع ونتوقع انه سوف تتقدم حشود الحشد الشعبي الى الفلوجه، وهذا على ما نعتقد هو امر مدبر من قبل امريكا بسبب العداء العالمي لمدينه الفلوجه، حيث ان مدينه الفلوجه لها قدسيه كبيره امام الامريكان عندما قهرتهم ومنعتهم من دخولها من ذلك الوقت، والتي كبدتهم خسائر كبيره. نحن نحذر من دخول الفلوجه من قبل الحشد الشعبي، لاننا كلنا سوف نكون مقاتلين بوجه الحشد الشعبي اذا دخل، لان اهل المدينه لن يسمحوا لدخول الميليشيات الى مدنهم، خاصه بعد ما حصل ما حصل في بيجي وتكريت وباقي المناطق عندما دخلت هذه الميليشيات وهدمت ما هدمت وقتلت ما قتلت ونهبت ما نهبت. فنحن مع تحرير مدن، ولكن يجب ان يكون بايدي اهلها، بايادي اهلها وبسلاح اهلها، لكي لا تكون هناك فتن طائفيه في المستقبل. نعم. طيب جميل، ابقى معي سيد صالح مطلق، اعود لك سيد سمرائي. يعني هذا الحديث من وزاره الدفاع العراقيه عن الاستعدادات للتوجه الى الفلوجه، هل يعتبر ذلك تفاؤلا اما في ظل استمرار المعارك في الرمادي برايك؟ سيد نزار. نعم تفضل. نعم، سألتك عن حديث وزارة الدفاع العراقية عن الاستعدادات للتوجه إلى الفلوجة، هل هذا يعتبر حديث واقعي أم أنه يعني تفاؤل زائد عن اللزوم في ظل استمرار المعارك الموجودة في الرمادي؟ رئيس الوزراء قال بأن المعركة المقبلة ستكون في مدينة الموصل وليس في الفلوجة، وإن كان هادي العامري أحد قادة الميليشيات قد قال بأن المعركة المقبلة ينبغي أن تكون في الفلوجة وينبغي أن تدخلها ميليشيا الحشد الشعبي. في ظني أن خوض المعارك في وقت واحد فوق طاقة قوات الحكومة، لأن هذه القوات غير قادرة على خوض أكثر من معركة واحدة في وقت واحد. المعارك تحتاج إلى جهد بشري ولوجستي ومعدات عسكرية كثيرة وعتاد واسع كبير الحجم. من أين تأتي الحكومة بمثل هذه الإمكانات؟ نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما خاضت معركتي أفغانستان والعراق توصلت إلى نتيجة نهائية بأن هذه القوة الهائلة التي اسمها الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تخوض بعد الآن معركتين في وقت واحد، بمعنى أنها ينبغي أن تجزئ معاركها إلى معارك بالتتالي بالتتابع وليس بالتداخل. خوض معركة الآن في مدينة الفلوجة من دون حسم معركة الرمادي سيشكل فخا منصوبا لهذه القوات يدخلها في محرقة حقيقية، لأن تنظيم الدولة هو ذكر هذا اليوم من أنه يمتلك حتى الآن 700 مقاتل من عناصره على ما قالت الولايات المتحدة الأمريكية داخل الرمادي. هؤلاء يمكن أن يربكوا الوضع الأمني في مدينة الرمادي ويمكن أن يلحقوا خسائر فادحة بقوات الحكومة والقوات العشائرية ما لم يتم ضبط الأمن وما لم يتم إعادة توطين السكان في بيوتهم. الآن المعركة في الرمادي على مشارف انتصار ما، ولكن أنا أعتقد بأن فتح جبهة جديدة سيؤدي إلى إدخال هذه القوات في محرقة لا يمكن أن تخرج منها بسهولة ومن دون أن تتكبد خسائر فادحة. طيب شكرا جزيلا سيد نزار السامورائي مستشار المركز العراقي للدراسات، حدثنا من عمان. أعود إلى السيد صالح المطلق لأختم معه هذه الحلقة. يعني هذا الانتصار الذي حصل في مركز مدينة الرمادي برأيك يعني هل يشكل دافع لتحقيق انتصارات أخرى معارك قادمة في الموصل وغيره؟ أكيد هو سيعطي يعني دافع معنوي كبير لقوات الجيش عندما تحرر منطقة
سوف يكون لها دافع معنوي اكبر لتحرير المناطق الاخرى، ولكن ايضا ارجع واؤكد على ان يجب ان يكون تحرير هذه المناطق على يد الجيش والشرطه وابناء المحافظه، ليس بجلب غرباء من خارج هذه المدن، لانه ذلك سوف يكون له اثر كبير على نفوس هذه المناطق، وسوف تقاتل هذه المناطق مره اخرى من ياتي من خارج هذه المدن او من خارج وزاره الدفاع او الشرطه. شكرا جزيلا سيد صادق المطلق القيادي في ائتلاف العربية العراقي، حدثنا من عمان. كما أشكر سيد نزار السمرائي والسيد محجوب الزويري، أيضا الشيخ إياد المحمدي من الأنبار. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.